خلينا مشاهدينا نتحول لموضوع آخر، والأحداث اللي هتحصل النهاردة معانا إن شاء الله. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هتنظم صالون لمناقشة التعليم الأساسي والمناهج اللي بيتم تدريسها للأطفال والربط بين التعليم ومستوى جودة الحياة. كمان النهاردة في مباريات مهمة في الدوري المصري والدوري الإنجليزي. خلينا نعرف التفاصيل من التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون بعنوان التعليم الأساسي وكادر المعلم، نظرة على أوضاع التربية في مصر. الصالون بيناقش عدد من المحاور أبرزها كادر المعلم ومشكلة التعليم والمناهج اللي بيتم تدريسها للأطفال والربط بين التعليم ومستوى الحياة الجيدة. النهاردة يستعد نادي النصر السعودي لتقديم نجمه الجديد كريستيانو رونالدو على ملعب مرسول بارك في الرياض الساعة 7 بالليل بتوقيت مكة المكرمة. ونشر كريستيانو رونالدو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام بيظهر فيه قبل وأثناء صعوده لطائرته الخاصة متوجهاً للرياض. النهاردة والعشاء الدوري المصري موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 11 من عمر المسابقة. هيلتقي غزل المحلة مع سيراميكا كيلوباترا الساعة 3:15، وفي نفس التوقيت هيلتقي المقاولين مع حرس الحدود، و7 بالليل هيلتقي الإسماعيلي مع البنك الأهلي، و8 بالليل هيلتقي فيوتشر مع سموحة. النهاردة والعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 18 من عمر المسابقة. هيلتقي ليستر سيتي مع فولهام الساعة 10:15، وفي نفس التوقيت هيلتقي كولم من أرسنال مع نيوكاسل يونايتد وأفرتون مع برايتون، وفي 10 مساءً هيلتقي مانشستر يونايتد مع بورنموث.